بسم الله، السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم الخياطه ديال الطابليه ديال الشقه. تيكبوني البنات تيقولك عافاك شاركي معنا فيديو ديال بالاخص المبتدئات بغاو يبداو بهذا الشيء. حنا نهار بدينا بهذا الشيء كنخدموا هاد الطابليات ونبيعو. الحمد لله اي وحده راه تتبدا بهذه الطريقه طلبوني انا غادي نشارك معكم. تنشدو هاد التوب ديال الكهرب مع زوين تيشرب الماء، وزوين هو زعما الكوزينه، هذا ديال الكوزينه ديال البوطاجي ديال المهم ديال الكوزينه. انا المهم قال لي ورينا عفاك الطابليه، طلبوني على الطابليه. الطابليه كتاخذوا متر، طول متر والعرض 75 سنتيم. تنجي القرن ديال الطابليه دوك القرون التحتانيين مثلا نوريكم. هي تنتنيها على جوج، تنتنيها على جوج، تنجي لهاد القرن هذا تنضرب واحد شويه هنا. شوفوا معايا، لاحظوا معايا عفاكم، هاد القرن هاكا تنقوس بحال باش يجيني مزيان حتى ف تنيه بلي نكون نتني فيه بحال هكا. تنفصلها بحال هكا. المهم انا غنوريكم الجيب، الطريقه اللي قالوا لي ديال الجيب. ها هو هاد الجيب هذا اللي درت اليوم، فيه جوج جيوبه وجوج سنسلات. كاينه اللي تقولك درتي ليها جيب واحد تتخشي الطابليه والسوارت والفلوس وتتشرط ليها البورطابل. دابا انا درت جوج جيوبه في جيب واحد، جوج جيوبه في جيب واحد، يعني نتوما جيب هذا واحد كبير. ها هو شتو كبير، جيت فصلتو. نحيد لكم الطابليه باش نوضح لكم مزيان باش تشوفوا. ها هو في الفصاله هوك، شديتو فتحتو منه وفتحتو منه وزقيت لي هاد السلسله وزقيت لي هادي. نتوما لاحظوا معايا، ها ها سلسله، ها سلسله، شفتوا معايا. المهم زقيت لي جوج سلسلات، هاد الزي هادي غادي نركبو بحال هكا نيت في الطابليه. نجي حتى الوسط ديال الطابليه ونركبو بحال هكا ونفرقو من هنا. انتم غنجي من هنا من الوسط، ما نفرقوش ما نقطعش بالمقص، عاد نجي ونزي من هنا، نخيط بالماكينه، نخيط بالماكينه باش تيولي هذا جيب بوحدو هذا جيب بوحدو هذا. المهم انتم لاحظوا معايا دابا غادي نصور فيها ربيع تام سوجي. نجي السمطة، هاي دايرة أنا السمطة وحزام. المهم تجي السمطة، هذا هو الوسط ديالها، هو الوسط ديال السمطة باش نسكي السمطة. نجي الوسط ديال الطابلية من الفوق، هانتوما لاحظو معايا، ساهلة الطابلية، ساهلة الخياطة، ساهلة ساهلة ساهلة. وعالي ديتي ديال الفلوس راه التوب رخيص، راه ما غاليش بزاف. داكشي اللي ديتي بارك عليك، الحمد لله راه بها باش بدينا، اللهم لك الحمد. المهم تجي هنا الوسط، علمتو علمتو، نجي نديرها بحال هكا. انا عندي السورجي، فيه سورجي وخياطة، ماشي على السورجي وحده. عندي انا جوج براوات، وحده تتخيط وحده تتسورجي. يكون عندي على السورجي غاد نسورجي ونعاود في الماكينه الاخرى، اما انا دابا غاد نسورجي ونخيط دقه واحده. عندي السورجي تسورجي وتخيط، عندي فيها جوج براوات، راه اربعه الخيوط باش خدامه دابا، عندي شي ثلاثه اربعه الخيوط صافي. تنمشي لاحظوا معايا شويه شويه غادي ندير واحد البلي. هانتوما
دي ماشية في الحساب. طب ليا الحساب تاني جبدو مشي تاني عقلو قد لي درت هنا هنا من النص لهاد الجي درت جوج ديال البلي كنص النص الاخر تاني ملي غندير تاني جوج ديال البلي جوج انا ندير تاني بلي اخر تاني لاحظوا معايا وغاد نعقل على القياس. شوفوا معايا القياس اللي يبقى قد لي ندير تاني ليه. المهم انا دابا راه تنخيط ونسوجي في نفس الوقت. هنا حقاش هنا هادشي اللي شاط لي هادشي من الحدا ما غاش نضربو انا في السوجي. غنجيو ندير بحال هكا شوفوا لاحظوا معايا بحال هكا ونمشي نخيط بالماكينه الاخرى. شوفوا لاحظوا معايا بحال كنت مغادي ونخيط ونخيط حتى نلحق لهنا وندخل تاني هذا لداخل ندخل تاني هذا بحال هكا. دونك انا بغيت نطول عليكم نبقى كنخيط ونوري لكم الطريقه. عاد صافي تمشي معاك الخياطه ماشي بالسور. صافي تنضرب انا على هذا الشيء اللي بالسور. لاحظوا معايا هانتوما شوفوا كي جات الطبيه بالبلي شوف كي جات السبطه شتي تجي السبطه عريضه وزوينه. المهم انا غادي نوريكم ثاني الجهه الاخرى. هذا هو الوسط غادي نمشي قد اللي درت من نص ليها قد اللي درت تاني ندير تاني البلي. المهم انا غادي نمشي ندير واحد شويه شوف لاحظوا معايا انا درت البلي ها الصمت ها هي ها هي من التحت شوفوا معايا لاحظوا معايا كي تاني ها نقرب هنا كيما درت في الاخرى ندير تاني في هاد بحال هاي ما تبرع زوين الصراحة زوين طاف الخياطة زوين. هانتوما انا تاني نخرج من هنا شوف الطبيعة كي جات نجي الوسط غاد نعلمها دابا بحال هكا باش نزكي الحزام هو الاول. نجي لهاد القرونة بحال هكا نخيطو من هنا هاد من هنا شوفو ليا كيف ولكن متصدعنيش متبرزتنيش. هانتوما ها الوسط شتو ها الوسط ديال الطابلية. تنجي تنعلم نعلم من الصمت لهنا 8 سنتيم اللي تنحسب 8 سنتيم كنخلي الصمت وحدها افر الصمت تنجي من الصمت لتحت 8 سنتيم انا علمتها نجي المهم الوسط نعلمو نوريكم الطريقه باش تركبو الشيء. هنوريكم الطريقة كيف نجيب دابا ما غاديش نركبو بالسورجي غادي نركبو بالماكينة الأخرى. تنجي تنعلم الجيب تنديري بحال هكا تجي تندير بحال هكا ها الوسط ديالو نحطو معايا تنجي لهنا ها الوسط ديال الجيب باش يجيني ساهل باش ميجينيش العيف. لاحظوا معايا شتي هذيك الفنيته ها هي اللي خشيت هنا بغيت نوضح لكم اكثر نزيد الضوء. انا درت لكم الضوء باش يجيكم داكشي واضح. تنجي بحال دابا هذه هي الفنيته ندير بحال هكا هذه هي الفتحه نديرها بحال هنا هنا ها هي علمتها. لاحظوا معايا انا اللي علمت هذه
كل شيء على الجيب باش ما تجينيش طاب ليا عوجه. هانتوما شوفوا هذيك فين علم تاني في الفنيده هنا، المهم غنجي راه الخطوطه واضحين باين ليا من الخطوطه، باين ليا اش غندير. على قودها نتني واحد شويه لاحظوا معايا، هانتوما انا علمت هنا، دابا علمت هنا، دابا انا غادي نزيد بهاد الماكينه الاخرى، لاحظوا معايا. المهم انا غادي نوريكم دابا، المهم انا مقاد دابا مقادتو، غادي نمشي نزيد بعدا من هنا لهنا، من هنا للوسط. نقسم الجي دابا غنخيطو من الوسط. نخيط هاد الجهة، نخيط هاد الجهة باش تجيني مزيان، نخيطها الأولى وحدو معايا، تاتني شوية سوري كندخلو. هما دايره ليهم داك الدوره في القند ما مقنتاش، دايره بور، دايره نص دائره، دايره لا نصف دائره. هنا معايا و تاتني شويه تو ندخل داك السورجي لي ضاربه للجيب، شوفو لاحظو معايا، خاصني مره مره نقاد باش يجي داكشي مزيان. واش تيدير؟ المهم انا درت جيب واحد في جوج، دلينتني في الجيب الاخر باش يجوني بحال بحال. هانتا كنترشق بها انا دابا غادي نمشي دابا للجيب الاخر، دابا في الجيب الاخر تنساميه باش المهم نقادو باش ما يجينيش عوج، خاصني نجي نشوفو من هنا بعدا، على ماشي نجي نطلعو هوك ولا ندير ليه بحال هوك يجي هابط بزاف، خاصو بحالو بحال لاخر بحال بحال، بحال شطر. المهم هالطبليات راه زوينين الصراحة، مقبولين وزوينين وفيهم ديال السلسلات، زوينين المرأة المهم السيدة ديرهم تبقى هانية، تمشي تكون مسافرة دير تحت الجلابة جيها فيها السواد فيها فيها الفلوس فيها البورطابل. كانتني تاني من جهة أخرى، الصراحة السيدة هي الله بداو في الخياطة، راه نهار بديت أنا في الخياطة راه هادشي باش كنت أنا باكلة الحمد لله، وبين باش وصلنا بهاد الخواطر تاع الطابليات مع تيشربو الماء ومقبولين
تنبيعوها باش ما كاين باش ما شاء الله. المهم راهم زوينين، راه فيهم الخير والبركه. ودابا نوريكم المهم كي غتجي اخر، غنوريكم الطبيعه كي غتجي وتقطعوها. الخدمه هادي والله حتى زوينه. انا ما بقيتش نخدم على هادشي، واخا يطلبوني الناس ما بقيتش نخدم الصراحه، ولكن طلبوني الناس قالت عافاك درنا فيديو، انا عملت خديتو وانا درت فيديو على باش يشوفوا المبتدئه طلبوني. و صافي كانوا عندي البنات في النادي تيتعلموا، كانوا تما بغاو الطابيات اللي كيوني بهادشي اللي كانوا عندي تيتعلموا الناس اللي كيوم بهادشي اللي كانشي. هو اول حاجه باش غتبداي وباش غترزقي وباش تكوني راس مالك وباش تكوني باش يجيو خيط الجلا وخيط الخدام. صدقنا بهادشي هو الاول الحمد لله. شوفوا معايا كي غاتجي كبيرة وزوينة الطابلية. دابا عاد هاد الدور بها غنكففها بهاد الطريقة. انتوما شوفوا معايا تجي من هنا هو اللول. شوفوا معايا هانتوما هنا هنا تنخشي هادو هنا. شوفوا معايا هانتوما تنبدا بهذا الراس تاع الحزام هو الاول. شوفوا معايا تنزقيه تنتبتو غنوريكم ها جهه. المهم دابا انا باش بديت بالصمطه بالحزام. شوفوا معايا هاد الحزام هذا درتي بحال هو جيت حلو هوك نيتو منه لا جوج نيت هادي دخلتها ودخلت هادي كاش تيبان ليكم مزيان ولا لا. المهم عادة تنبدا هادي هي الأولى وتنمشي معاها نمشي معاها نمشي معاها تمشي وغادي وتندخل غادي وتندخل غادي وتندخل منه ومنه. لاحظوا معايا وانتم غادية انتم غادية حتى تلحق لهنا ونتني هنا ونمشي معاها. المهم انا بادية لكم هنا الطبيعة هانتوما شوفوا معايا بعيدة تنتني ندخل من هنا ومن هنا. نوري لكم العجينة باش ما نطولش عليكم الفيديو. كان الحزام ما تنضربوش بالسوجي صافي نكمل شوفوا معايا طريقه بسيطه اللي ما عندهاش سورجي وما بغاش دير سورجي. انا واحد اللي يحتاجو حتى هو السورجي ماشي مشكل. اللي ما عندهاش سورجي تكفف كفف وتما غادي. هانتوما شوفوا معايا هانتوما نينا عشوية قياس باش تنين باش نتم غادي وحابسه تشوفو تمشي معاها ندور بها كاملة. نوريكم الطريقة كيفاش نزكيو. المهم طريقة بسيطة هادو راهم بساط الخياطة ديالهم بسيطة سبحان الله غير غادي وزوينين والتوب رخيص وزوين. واللي داك الخياطة راه تبدا بهادشي هو الأول ترزقني واخا ما تطلبش ليها الوحدة تخدم وتحط تخدم وتحط تخدم وتحط. اللي تجي الوحده لا بدا غتهز وحيده جوج كلها وكلها ورزقها والصلاه على النبي. هانتوما دابا انا غادي نوريكم الطابليه كيفاش جات. هانتوما شوفوا معايا هانتوما شوفوا شحال كبيره وزوينه.
هذه بالنسبة للمبتدئات، واخا ما عمرهم ما خيطوا، غادي يخيطوا هكا ويركبوا السلسلة زوين هكا، جوج جيوب انا هاني زاوية الخيط من هنا من هنا، شوف شحال كبيرة نتوما، شوفوا معايا شوفوا الصمت زوينة الصراحة، كبيرة كبيرة تجي دايرة وزوينة. ايوا هذا هو، السلام عليكم، وكنتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم.